بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. البعثة المصرية المشاركة في البطولة الأفرو أسيوية اللي بتقام فعاليتها حاليا بالمغرب دعت إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة لمناقشة اقتراح بتأسيس الاتحاد الأفرو أسيوي لكرة القدم لقصر القامة. وحضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، وكمان تم دعوة عدد من الدول الإفريقية. منتخب مصر للرجال الجمباز الفني توج بالميدالية الذهبية في منافسة الفرق بالبطولة الإفريقية رقم 17 المقامة في جنوب إفريقيا. مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة فريقه أمام سيراميكا اللي هتقام بكرة والمؤجلة من الأسبوع 27 لمسابقة الدوري المصري. وحرص كولر على شرح الأخطاء اللي وقع فيها لاعبو الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش. النادي الأهلي أعلن امبارح جاهزية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للمشاركة في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي يومي 4 و 11 يونيو اللي جاي. نادي الزمالك أعلن أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم تماثل لشفاء من الإصابة اللي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري، وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية. وشهد ميران الزمالك امبارح مشاركة سيف جعفر في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، كمان شارك اللاعب في التقسيمة الفنية وظهر بشكل مميز. فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي توج امبارح بلقب بطولة إفريقيا الأندية أبطال بال الدوري، ده بعد الفوز على نظيره الدعون السنغالية بنتيجة 80-65 في نهائي البطولة اللي أقيمت في مدينة كيجالي برواندا. فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي تأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم في سنغافورة اللي هتقام في شهر أكتوبر المقبل، ده بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأندية بال أبطال الدوري. فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر اختتم استعداداته لمواجهة إنبي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، ده في المباراة اللي هتتلعب النهاردة، وكان فيوتشر تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على طلائع الأسطول بـ4 مقابل هدف في الدوري التمهيدي. فريق ريال مدريد الإسباني حقق الفوز على إشبيلية بنتيجة 2-1، ده في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب رامون سانشايز بسخوانا في إطار الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني، وبيحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز العاشر برصيد 49 نقطة. فريق روما خسر من مضيفي فرونتينا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، وبالنتيجة دي بيحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وفرونتينا في المركز الـ11 برصيد 60 نقطة. فريق يونيون برلين تأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ده بعد فوزه على فريدر بريمان 1-0 في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني، وتأهل فريق فرايبورغ إلى الدوري الأوروبي بعد حلوله خامسا بجدول الترتيب. فريق بايرن ميونخ الألماني توج بلقب الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023، ده بعد ما حقق الفوز مهم على كولن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب راين إنرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري، وبذلك بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند بعد تعادله أمام ضيفه فريق ماينز بنتيجة 2-2. لينيال سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أعلن عن قائمة التانجو الرسمية لمواجهات شهر يونيو أمام منتخبي أستراليا وإندونيسيا، ده في فترة التوقف الدولي واللي تصدرها القائد لينيال ميسي، وشهدت القائمة غياب لوتارو مارتينينز نجم إنتر ميلان وليساندرو مارتينينز مدافع مانشستر يونايتد. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.
شكرا لك يا دينا.